وإلى مدينة القنيطرة، حيث أقيمت النسخة الأولى من البطولة الوطنية في نوع جديد من فنون الحرب يسمى فان لانغ فوداو. هذه البطولة اقتصرت على فئات الصغار لتزامنها مع اليوم العالمي للطفل، والحدث تميز بلوحات استعراضية من تصميم المشاركين. والروبورتاج من جديد لخالد شخمان وأحمد البونجيمي. على الرغم من أن رياضة الفانغ لانغ فوداو حديثة العهد بالمغرب، فقد استطاع القيمون على هاته اللعبة من تنظيم النسخة الأولى من البطولة الوطنية والتي احتضنتها مدينة القنيطرة أمسنا الأحد. النسخة الأولى أجريت تزامنا مع اليوم العالمي للطفل، وكان لزاما أن تقتصر على الأبطال الصغار. كان لابد من الوليدات، هذه مدة ما درنا لهم حتى شي حاجة، إذا لابد كان خصهم نقوموا بهذا النشاط ونديروا البطولة الوطنية، أول بطولة وطنية ديال فان لانغ فوداو المغرب، وبغينا نديروها مع اليوم العالمي للطفل باش نشاركوا حتى حنا كأطفال وأبطال المستقبل إن شاء الله. البطولة الوطنية عرفت مستوى لا بأس به، واقتصرت البطولة على المسابقة التقنية والتي يطلق عليها مصطلح الكوين، وقد شارك في المسابقة أكثر من 150 مشارك تفاوتت أعمارهم بين 5 و14 سنة. وبالنسبة للمستوى التقني الصغار، تنظن أنه كيكون هنا في هذه المرحلة هذه ديال الدراري الصغار تنفكروا أكثر في التحفيز وفي التشجيع، مع العلم اننا عندنا بعض المواهب اللي كيبانوا لنا بيان سور غادي في واحد المستوى جيد، تنحاولوا من خلال هذه التظاهرات بحال هذه اننا نشجعوهم ونديروهم في واحد الجو اللي تيخليهم يساعدهم باش يعبروا على الطاقات ديالهم. البطولة الوطنية عرفت اشواطا متميزة من الابطال الصغار، وعرفت اجراء المباراة الاقصائية صباحا والمباراة النهائية طيلة المساء، واختتمت البطولة بلقطات جميلة في الاستعراض الفردي والجماعي.